21,000 نازح من شبوة ينتظرون المساعدات الإغاثية. جهاء إقليم الجند يطالبون بضبط المتورطين بقتل الدكتور المخلافي. السابعة والنصف بتوقيت صنعاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، إليكم التفاصيل. نزح 21,000 شخص من مناطق المواجهات بين قوات الجيش والعناصر المسلحة في مناطق عزان والحوطة والصعيد بشبوة. وقال رئيس لجنة إغاثة النازحين بشبوة سعيد محمد المرنوم إن الأوضاع الإنسانية للنازحين تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة محدودية المساعدات التي تم تقديمها لهم. ودعا المرنوم المنظمات الإنسانية لإغاثة النازحين في محافظة شبوة، كما أعلن عن فتح حساب لإغاثة النازحين بشبوة في بنك التسليف الزراعي. طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الحكومة التعامل الجاد مع مطالب العمال والنقابات، كما أعلن الاتحاد وقوفه الكامل إلى جانب القوات المسلحة والأمن في معركتها ضد الإرهاب. يمثل مرضى فقر الدم في الحديدة ما نسبته 40% من المرضى على المستوى الوطني، وكشفت هيئة نقل الدم بالمحافظة عجزها عن مواجهة متطلبات هذه الإعداد أو الأعداد الكبيرة، حيث تستقبل مختبرات الهيئة يوميا 40 شخصا. مدير المركز الوطني لنقل الدم ومشتقاته بفرع إقليم تهامة دكتور ماجد الصبري شكى من تأخر افتتاح المركز بسبب تأخر وزارة المالية في إقرار الميزانية التشغيلية الخاصة بالمركز. عقد وجهاء وأعيان إقليم الجند اليوم في تعز اجتماعا واسعا لمناقشة تداعيات قضية اغتيال الدكتور فيصل سعيد المخلافي. وطالب وجهاء إقليم الجند رئيس الجمهورية بسرعة التوجيه بالتحقيق في قضية مقتل الشهيد المخلافي، محذرين من مغبة التلاعب بالقضية وتحويلها عن مسارها القانوني. كما اتهم وجهاء إقليم الجند النائب العام بالوقوف كطرف في عملية اغتيال المخلافي. إننا نناشدكم أيها الأخ الرئيس أن تقوموا بمسؤوليتكم وواجبكم تجاه مواطن قتل ظلما وعدوانا، وأريد أن تحميل دمه على ذمة قضية نطالب بإعادة النظر فيها من بدايتها إلى قتل الشهيد. وندعوكم بكل معاني المسؤولية التوجيه بالآتي: 1. إلقاء القبض على المتهمين بالقتل وإيداعهم السجن للتحقيق معهم واتخاذ قراره العادل والمنصف فيهم، ولعل في هذا الإجراء ما يثبت العدالة ويحقق المساواة. 2. تحييد النائب العام الحالي عن القضية لأنه أحد المتهمين فيها. 3. تسريع المحاكمة والفصل في الواقعة منعاً لأي تداعيات لا تحمد عقباها. الأخ الرئيس، أملنا كبير فيكم وبقدرتكم على إعادة الحق إلى نصابه وإمضاء العدل وإنفاذه في مساره الحقيقي، والانتصار لأكاديمي قتل غيلة وغدرا لأنه فضل حمل القلم ورفض حمل البندقية. احتفلت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع سائر دول العالم باليوم العالمي للقياس المترولوجية، وتتمثل رسالة اليوم العالمية للقياس في التذكير بأهمية ممارسة القياس والتعامل معه بطريقة صحيحة حفاظا على حماية المستهلك اقتصاديا وصحيا. وأكد رئيس هيئة المقاييس وليد عثمان إن الهيئة تخطط لحملة متكاملة لضبط القياس في مختلف المؤسسات العامة والخاصة. ما اقدرش اكد لك انه 100%، لانه ما اعتقدش انه في اي دوله في العالم يقدر ياكد لك انه اسواقه مضبوطه 100%. الهيئه الان عندها تصور كيفيه الرقابه على عدادات الكهرباء والمياه وغيرها، الامكانيات تحد شويه من
من عمليات الرقابة؟ الحقيقة أن المقاييس تؤثر على جميع نواحي الحياة، سواء منها ما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والحقوق. وأثبتت الدراسات في الحقيقة أن الدولة تهتم بالقياسات وتصرف 1% يعود على الناتج القومي بما يزيد عن 6%، وأنه في الحقيقة أي مصنع يقوم بالصرف والاستثمار في موضوع الجودة يحقق أرباح تصل إلى 100%، يضاعف أرباحه خلال سنة. ناقش اجتماع بعدن برئاسة المحافظ المهندس وحيد علي رشيد قضايا التسويات المالية لعاملي مكتب الأشغال العامة والطرق. في الاجتماع الذي ضم مديري عموم مكتبي المالية والأشغال العامة ورئيس فرع اتحاد نقابة عمال اليمن، وجه محافظ عدن بتشكيل لجنة من ممثلي تلك المرافق للاطلاع على مختلف القضايا، ورفع تقرير بذلك ليتم مناقشته مع وزارة المالية للخروج بحلول لقضايا العاملين في مختلف القطاعات. في الحيز التالي نتابع مجموعة من الأخبار السريعة. أقامت الإدارة العامة لتنمية المرأة بدمار ومؤسسة النافذة للتنمية الاجتماعية ندوة لدعم ومناصرات القوات المسلحة والأمن، مؤكدين دعم منظمات المجتمع المدني لعمليات البطولية التي تقوم به القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة. تفقد وكيل محافظة عدن نايف البكري ومدير مكتب التربية والتعليم بعدن سالم مغلس عملية سير الاختبارات في صفوف النقل في ثانوية 14 من أكتوبر للبنات ومدرسة أوسان الابتدائية. نظم صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة عدن اليوم حفلا تكريميا ل 150 عاملا من عمال النظافة في كافة مديريات المحافظة بمناسبة أعياد الوحدة اليمنية. قام مركز طيبة للطالب الجامعي والمجتمع الحفل السنوي لتكريم أوائل الطلاب وخريجي المركز، وفي الحفل عرض فيلم وثائقي عن الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب، كما تم توزيع الشهادات على المتميزين. بمشاركة 600 طالب من المدارس الأساسية بالمحويد دشنت فعالية اليوم العالمي لكرة الطائرة. الفعالية أقيمت في نادي شباب المحويد، وفي الختام تم تكريم المشاركين فيها من مديرين ومسؤولين رياضيين. بدأت اليوم ورشة عمل خاصة بإعداد الخطط الاستراتيجية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي ينظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في التعليم العالي ومركز تطوير الأداء الأكاديمي بجامعة عدن. وتهدف الورشة التي يشارك فيها 45 مشاركا من قيادات الجامعة إلى وضع مسودة الخطط الاستراتيجية ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي. التذكير بأهم العناوين. 21 ألف نازح من شبوة ينتظرون المساعدات الإغاثية. وجهاء إقليم الجناد يطالبون بضبط المتورطين بقتل الدكتور المخلافي. دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.